السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج توين موشن برنامج قوي جدا في موضوع الرندر. أول حاجة تمنى إن أنت تعمل إمبورت للوحة اللي أنت عايزها. إحنا النهاردة هنركز على إن إحنا نضيف طيارة، تمام؟ فمحدش يشغل باله بالمبنى. طيب عشان نضيف طيارة المبنى أهوت، تمام. طيب هقول له أنا عايز أضيف مسار باص، وأقول له كاستم باص، وابدا احدد المسار. بس هبص لفوق، ممكن تحدد المسار بالشكل دوت او تخلي خط مستقيم او دائري زي ما انت عايز، تمام. انا قفلته كده. لاحظ ان انت تقدر تغير المكان بتاعه زي ما انت عايز. طيب هو حاطط دلوقتي صندوق، اللي بيمشي هنا صندوق، فانا هاجي هنا ادوس على التلات نقط دول واقول له جو تو لايبراري، واجي هنا اقول له فيكلز، وبعد كده اقول له ايركرافت، وبعد كده اختار الطيارة اللي انا عايزها واسحبها مكان الصندوق، تمام. فهتلاقيها بتلف، طبعا طيارة كبيرة اكبر من النقط اللي احنا حاطينها، فتقدر تبيع بالشكل دوت زي ما انت عايز، تمام. وابدأ اختار بقى السرعة بتاعة الطيارة، الديلي التأخير، الروتيشن، ممكن تلف الطيارة فولو للباص ولا لا. فزي ما انت شايف سهل جدا تحط اي حاجة، تمام. بس احنا مخلينا صغيرة شوية، حرف كيو ده عشان تطلع، تمام. تقدر تعمل سيلكت على الحاجات دي وتخليها تطلع لفوق لو انت عايزها بالشكل دوت.